بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة، دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة المستوى السادس ابتدائي الموسم الدراسي 2020-2021. ده اليوم غادي ندير إن شاء الله فرض من فروض الاجتماعيات، وهذا الفرض كيخص مكون التربية المدنية. التربية المدنية اللي كان كيتسمى شحال هذه التربية على وطن. صافي، اذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، ادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. مرحبا كذلك بالمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناه ودائما كيكومونتي ودائما كيبارطاجيو. زيدوا كومونتي وزيدوا بارطاجيو وزيدوا ديروا لي لايك باش يطلع هذا المحتوى لاكبر عدد من المتتبعين واكبر عدد من المستفيدين ان شاء الله. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذن كما قلت لكم اليوم غادي نديرو فرض من فروض الاجتماعيات اللي كيخص التربية المدنية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. هذا النموذج رقم واحد، باقي نماذج أخرى إن شاء الله. في الفيديو المقبل إن شاء الله ديال الاجتماعيات غادي ندير معكم التاريخ والجغرافيا إلى غير ذلك بالنسبة للمستوى السادس وبالنسبة لجميع المستويات الابتدائية إن شاء الله. أول شيء نبدأ بالسؤال الأول، إذن مكون التربية المدنية. السؤال الأول، أذكروا ثلاثة من اختصاصات الجماعة. إذن ثلاثة ديال الحوايج من اختصاصات الجماعة. إذن الاختصاصات ديال الجماعة ترابية، يعني الجماعة الترابية بالنسبة لواحد الفيلاج مثلا، شنو هي الاختصاصات ديالهم؟ إذن الاختصاصات، أهم اختصاص مثلا نذكر التطهير، إذن التطهير بالنسبة لمياه الصرف الصحي من فوق. اختصاص آخر مثلا نذكر توزيع الماء والكهرباء، إذن المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء. ثم ماذا؟ ثم أيضا نذكر النقل العمومي، الجماعة هي اللي مسؤولة عليه. إذا التطهير، عندنا توزيع الماء والكهرباء، النقل العمومي، كذلك يمكن أن نقول أن النقل المدرسي. إذا كذلك الجماعة كيكون عندها واحد النقل المدرسي هي كتحكم فيه، وكتحكم كذلك في الموظف، يعني في الشيفور اللي عندهم الى غير ذلك. اذا هادو هما من اختصاصات الجماعه. نعم، نمر الى السؤال الثاني اللي هو خاص بصحيح او خطا. اذا السؤال الثاني، اجب بصحيح او خطا. اذا هنا لدينا اربع عبارات، اذا كانت العباره صحيحه ساكتب صحيح، واذا كانت العباره خاطئه ساكتب خطا. نبدا بالعباره الاولى، المساواه بين الرجل والمراه ليس بحق دستوري. يعني كيقول لك بان المساواه ما بين الرجل والمراه ماشي حق دستوري، يعني ما كاينش في الدستور. إذا هنا هذه عبارة خاطئة. لماذا؟ إذا خطأ، لماذا؟ لأنه أصلا مكتوبة هذه في الدستور. المساواة بين الرجل والمرأة حق دستوري، يعني الدستور عطى الحق أن المرأة والرجل باش يكونوا متساويين، مفهوم؟ نعم. السؤال أو العبارة الثانية، رئيس الجماعة هو المكلف بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. إذا هذه خطأ كذلك. إذا هذه لا تدخل في اختصاصات رئيس الجماعة، بل تدخل في اختصاصات الموظفين والأعوان. إذا رئيس الجماعة ليس بمكلف بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. نمر إلى العبارة الثالثة، الرجل له الحق في الميراث بينما المرأة لا ترث. إذا هذه عبارة خاطئة، خطأ. أصلا هنا القرآن هو اللي أعطى الحق للمرأة في الإرث، ماشي غير الدستور ولا مثلا شي قانون داخلي. إذا الرجل هنا ليس له الحق في الميراث وحده، بل المرأة كذلك ترث، ولكن وفق الضوابط ووفق ما دعا به الله سبحانه وتعالى في قرآنه. ثم نمر إلى العبارة الأخيرة، الاختلاف بين الرجل والمرأة حسب الجنس أمر طبيعي بيولوجي. إذا هنايا قال لك بأن الاختلاف ما بين الرجل والمرأة حسب الجنس يعني أمر طبيعي بيولوجي. نعم صحيح، لأنه ذاك الاختلاف جاء من عند الله سبحانه وتعالى، أعطى الاختلافات ما بين الرجل والمرأة عند تصوير الهيئة. نمر إلى السؤال رقم ثلاثة، وهو كيف يتم تعيين رئيس الجماعة؟ كيفاش كنعينوا رئيس الجماعة؟ ضع علامة فيه في الخانة المناسبة. إذا هنايا كل إجابة صحيحة غادي ندير ليها علامة. عندي تعيينه من طرف السلطات المختصة، يعني بعض السلطات هي اللي كتعين رئيس الجماعة، واش صحيح ولا لا؟ بحصوله على أغلبية أعضاء المجلس الجماعي، واش هي صحيح أو لا؟ إذا هنايا كيكون عندنا أعضاء المجلس الجماعي، يعني اللي خداو التصويتات بزاف، هما اللي كيصوتوا على الرئيس ديال الجماعة أنه يكون هو اللي رئيس. إذا هذه هي اللي صحيحة.
ان السلطات المختصه ما كتدخلش، كذلك مجموعه من الامور ما كتدخلش في تعيين رئيس الجماعه، بل الاغلبيه ديال المجلس الجماعي هي اللي كتحسم في رئيس الجماعه. ثم نمر الى السؤال الرابع، وعرفوا ما معنى تدبير النزاعات. شنو كنقصدوا بتدبير النزاعات؟ اذا خصنا نعطي واحد التعريف بسيط ديال تدبير النزاعات. اذا تدبير النزاعات هي إدارة النزاعات بين الأفراد والجماعات، بين الأفراد والجماعات بطرائق وأساليب سليمة معينة. ياك إما توقفه أو تجعل توقفه ماذا؟ كتعود على ماذا؟ تعود على النزاع، توقف النزاع، أو تجعل آثاره أقل ضررا. صافي. إذا إدارة النزاعات هي تدبير النزاعات، يعني كندبروا داك النزاع وكنديروها بشكل سليم، صافي، ما يوقعش بعد النزاعات اللي هي كبيرة جدا. إذا إدارة النزاعات بين الأفراد والجماعات بطرائق وأساليب سليمة معينة، كتجعل هذا النزاع إما كيتوقف أو كتجعل أثره أقل ضررا. مفهوم؟ غادي نمروا الآن إلى السؤال الخامس والأخير، أفسر ما معنى الأطفال في وضعية صعبة. إذا غنفسروا شنو كنقصدوا بأطفال في وضعية صعبة. إذا الأطفال في وضعية صعبة، في وضعية صعبة هم، ندير نقطتين، ندير أولا الأطفال المهملون أو المتخلى عنهم. إذن الأطفال اللي تخلوا عليهم هادو ما كيتسموا أطفال في وضعية صعبة. ثم الأطفال في وضعية الشارع، في وضعية الشارع، يعني الأطفال اللي كيعيشوا غير في الشارع هما كيتسموا أطفالهم في وضعية صعبة. الأطفال ذوو الإعاقة، يعني عندهم إعاقة هما كيتسموا وضعية صعبة. الأطفال اليتامى كذلك، أطفال اليتامى كذلك. ثم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، الخاص إما ما كيشوفوش ولا مثلا ما كيتمشاوش إلى غير ذلك. إذا الأطفال في وضعية صعبة هم الأطفال المهملون أو المتخلى عنهم، يعني الأطفال اللي تخلاو عليهم الوالدين ديالهم. الأطفال في وضعية الشارع، يعني الأطفال اللي كيعيشوا في الشارع. الأطفال ذوو الإعاقة اللي عندهم إعاقة. الأطفال اليتامى اللي ما عندهمش باباهم ولا يماهم. الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، هذوما كلهم كيتسموا أطفال في وضعية إعاقة. مفهوم؟ إذا وبهذا كنكون كملت الفيديو ديال اليوم. حظا موفقا للجميع، كنتمنى أنه الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، باش نزيد إن شاء الله ندير فيديوهات أخرى ديال الفروض بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. زيدوا بارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم، علقوا على جميع الفيديوهات إن شاء الله باش تزيد القناة القدام وتكسب عدد كبير من المتتابعين وكذلك المستفيدين، باش يستافدوا واحد العدد كبير ديال التلاميذ إن شاء الله، لأنه هذا هو الهدف ديالنا. الهدف ديالي هو مشاركة المعلومات مع التلاميذ وفقط، باش إن شاء الله يستافدوا ويزيد المستوى ديالهم القدام. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.